هو خصها تكون علاش؟ لانها اجباريه على الانسان، ماشي اجباريه ولكن كمجلس يعني ضروري خصو يكون ملزم بواحد الاتفاقيه مع من غيتعامل. علاش؟ لان كاين هذه اموال ديال الجماعه كيفاش تصرفات كاين مشات علاش؟ ولكن هذا الشيء الاتفاقيه ما كتمنعناش، يعني راه ماشي منع غتمنع لينا مثلا ولا القبيله ولا غتمنع الخياله ولا غتمنع الاحتفال، يعني هذه ما عندها علاقه. الاتفاقيه كتحكم المجلس مع واحد الجمعيه اللي غادي تبدا تمشي لينا هذا التراث الثقافي وهذا الشيء اللي كنسميو بان كتكون فيه واحد الاموال اللي هي كثيره وكثيره بزاف، وخصنا هذيك الاموال الا بغينا نصرفوها للجماعه نفس الطريقه ديالها بالضبط نصرفتيها فين جات فين جات. دونك هذه الجمعيه انا ما كنتكلمش على شخص بالضبط، كنتكلم على الجمعيه الله اعلم هذه الجمعيه شكون، يعني الجمعيه غتحل لنا شده المشاكل. اولا غتبسط لنا المسائل ديال الفلوس اللي تصرفت، هي اللي كتحمل مسؤوليتها، هي اللي كتعطي البيلون ديال داك الشيء شغل هذاك. الجامعه خارجه من المسؤوليه، في حدود الجامعه كتحمل المسؤوليه الا حطت واحد البار ديال الفلوس، دونك غادي تبرر شي مشا. هذه المسؤوليه بالنسبه لي انا الاتفاقيه كتشجعها علاش؟ لان غتحل واحد المشكل، وحتى هذا الموسم هو اللي صالح الفلوس ما غيبقاش عندنا فيه مشكل. اولا حتى إذا كان عندنا شي مشكل باش عارف غير نحسب الموسم ما كاين مشكل، ولكن إذا كانت الأمور ميسرة والحمد لله وكما كيقولوا الفلاحة والعازين ما فيها باس أسيدي تدخل هذه الجمعية وهو مع الجامعة ويدار هذا الموسم ويكون في الظروف. يا أخي أنا أقول لك ما حد حرق سيدي واحد. دابا وصلنا بورقة غريبة. هذه الجمعية ما قدمت لنا مع قانون الأساس لو الإجراء ديالها وجنبي لا الأنشطة اللي دارتها في هذا المجال ديال الفروسية ونجمة فيها ما كاينش واحد الدوزي طلب فريد برضو. دابا اللي قدم لنا طلب فريد حطوه في مقرر الموافقة المبدئية، هذا هو القانون، هذا هو القانون، هو هذا الشيء. ولكن هذه الجمعية ديال السيف هذا هو القانون، ولا تحدد هذه الجمعية وأنا ما بخباريش، ولا كنت كتعمر أنت لا تحدد البارح وأنا ما بخباريش، رسمي القانون مقدم هذا الشريط. هذا هو القانون، الغلط يجي من الأساس وهي تبينوه لينا دابا حاضر. راه هاك شرحت لك المحرك، راه مرة أخرى غادي نعطيك لا جيبوا لينا حاضر هنا مادام حطات مادام حطت لك إذا المرة الأخرى راه غادي تجيب لك حاجة. وغادي تمشي تطلب على الخدمة تحط السي في وتحط الدبلومات ديالك وتحطها. هذيك راه الخدمة مش غاتعمر من لا الخدمة هي اللي تنسى. الأخوان ديال سعد سلام توا في محل. لا لا كلامه صحيح ماشي مختلف. هذه العرقة لا ما تكونش. لا سهلة هي ديالنا. لا سهلة هي ديالنا. الساعة اللي غادي نتقبلوها سيدي وترضاو بهذا الشيء هو اللي غادي يكون. ما قبلتوش ما كاينش. شنو هذا؟ الموسم ديال القبيله راه ماشي ديال الجماعه ولا ديال الناس. اه في هذه الساعه اسمح لنا عندنا طلب ديال قول الموافقة المبدئية. وكانت ما جبدوش ما كانش كل شيء كله راه عنده ضغط كيفاش داير. علاش عندك شي هضره هنا ما خاصش تقولها. شوف حنا عندنا صوت عليه ولا قال تصوت عليه والله ما قلت لك موش ما حد لا عارف فيه واحد. دابا حنا عندنا طلب ديال الموافقة. انا كنقول ديال ومازال يجي ناس اخرين يحطوا قالوا وجه. اسمع 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 لكن شوف لا شوف انا ما كيجي لي طالب هكا يسخن برا ولا جاوب عليه ما عنديش حق باش نجاوب رفض ولا نطلب. علاش نحطه في المجلس؟ ما عندي حق غادي نجاوب رفض ولا نطلب. كما كيجيونا بعد الرساله كيقاس راسي يجاوب. دابا حنا عندنا الاتفاقيه ديال الطلب ديال الموافقه ديال ابرام اتفاقيه. حنا كما قال السي عبد السلام حنا هاد 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 الطالب غنرهنوه بالقانون الاساسي بالوثائق ديال القانون الاساسي ديال الجمعيه شريطه حنا ها الموافقه فينا شريطه يتسلم لنا الملف القانوني ديال الجمعيه وحنا دايزين ولكن السيد الرئيس رد عطيني المناقشه جات جمعيه حتى هي حطت الطالب تنظم هاد هذا الموسم هذا اش غنجاوبوه؟ حتى شي جمعيه ما جاتش. جمعيه كلهم سمعت كاين السيد ديالهم السيد كما كان السيد في هذا الجمعيه.
اللي عنده شي جمعيه واش شي جمعيه دار شي طلب ماشي جمعيه ما جات دار شي طلب اسمعتي واش جمعيه اخرى بغيتو تبدلوها تبدل حيت حنا غنديروها بحال كما درنا كما فعل الاتفاقيه ديال القبيل كاين واحد الوز اللي كاين الا ما دارش الا ما احترمش الالتزامات غادي نحقق من غيره هي اتفاقية ماشي شي حنا غادي نديرو شي حاجة باش غادي ندير ديال